وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان النهارده يكون في ارتفاع في درجات الحراره، وهيسود طقس دافي الصبح على القاهره الكبرى والوجه البحري، ومائل للبروده على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وسط سيناء، وهيكون دافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، وكمان دافي على شمال وجنوب الصعيد، لكن شديد البروده بالليل على كل الأنحاء. دلوقتي مشاهدينا خلونا نطمن على حالة الجو من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور، مع الارتفاع اللي بتشهده البلاد في درجات الحرارة، هل نقدر نقول إن الأجواء النهاردة أجواء ربيعية ولا لسه ما زالت أجواء شتوية؟ لا، الحمد لله الأجواء اليوم أجواء ربيعية. في ارتفاع في درجات الحرارة، هيكون طبعا بحوالي درجتين كمان عن الأمس. احنا كنا نوهنا أن في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، لأن احنا بنتأثر بكتل هوائية جنوبية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، بالإضافة كمان لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زيادة فترات طلوع أشعة الشمس على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترة النهار، مع ارتفاع طبعا تدريجي في درجات الحرارة. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 23 درجة مئوية، يعني الطقس خلال فترة النهار هيكون معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، دافي على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، جنوب سيناء حتى شمال الصعيد خلال فترة النهار. لكن طبعا مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس، درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، ويمكن الفرق بين العظمى والصغرى درجة الحرارة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل بتوصل لأكثر من 10 درجات، والطقس خلال فترة الليل هيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية. طب يا دكتور، السحب والغيوم اللي احنا شفناها الصبح مستمرة معانا لحد امتى؟ هي بتبقى معانا سحب غيوم غير مؤثرة تماما، يعني بتساعد بس وجود أجواء ربيعية، لكن غير مؤثرة تماما على أي قطاع من قطاعات الجمهورية بسقوط أمطار. دي ممكن تبقى موجودة يعني أجواء غائمة جزئيا كده خلال فترة النهار على كافة المناطق الشمالية الموجودة في البلاد، لكن الظاهرة الجوية المؤثرة هي وجود الشبورة المائية. يمكن اليوم تكونت شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الموجودة، طبعا طرق زراعية والسريعة أو القريبة من المسطحات المائية. الشبورة دي تكونت في الساعات المتأخرة من الليل، وبدأت في التلاشي الآن مع سطوع أشعة الشمس. صعب كتير إن شاء الله، والرؤية تحسن تماما على كافة الطرق، ودي اللي هتكمل معانا على مدار إن شاء الله هذا الأسبوع، وجود الشبورة المائية، بالإضافة كمان إن في نشاط للرياح على المناطق اللي موجودة في جنوب البلاد. نشاط الرياح ده بيبقى خلال فترة المساء، وبيساعد على تلطيف الأجواء والإحساس بالأجواء الربيعية. ارتفاع درجات الحرارة ده بنقول مكمل معانا على مدار هذا الأسبوع كله، يمكن مع نهايات هذا الأسبوع هيكون ارتفاع درجات الحرارة ملحوظ. العظمى هتوصل على القاهرة الكبرى نهاية هذا الأسبوع ل 32 درجة مئوية. طب ممكن يا دكتور نبتدي نخفف ابتداء من امتى؟ لا، احنا لسه مش هنخفف ملابسنا دلوقتي خالص، حتى لو خففنا خلال فترة النهار مع ارتفاع درجات الحرارة، خلال فترات الليل ما زالت درجات الحرارة منخفضة، لسه مستمرين خلال ساعات الليل في ارتداء الملابس الشتوية، دايما يبقى معانا جاكيت لفترات الليل لما نحس بانخفاض درجات الحرارة. ممكن مع أعياد شم النسيم لما تزداد درجات الحرارة تماما نحو الارتفاع خلال فترات النهار وفترات الليل، نبدأ ساعتها نخفف ملابسنا ونرتدي الملابس الصيفية. يعني حتى مع نهاية الأسبوع ده، يعني درجة الحرارة المفترض يوم الجمعة مثلا هتوصل ل 32، نفضل برضو متقلين؟ يعني خلال فترات الليل، لكن فترات النهار يعني ممكن نخفف أكيد ملابسنا، لأن احنا مش هنستحمل الجو الحار خلال فترة النهار، لكن خلال فترات الليل الطقس هيظل شديد البرودة، فحتى لو احنا خارجين يبقى معانا جاكيت لما نحس بانخفاض درجات الحرارة نلبس. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع بعض درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 23 والصغرى بتسجل 11، الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 12، سيوة العظمى 23 والصغرى 7، بورسعيد العظمى 19 والصغرى 11، دمياط العظمى 18 والصغرى 11، الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11، السويس العظمى كمان 23 والصغرى كمان بتسجل 11.
هنروح للعريش العظمى 19 والصغرى 9، سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 3، طابة العظمى 21 والصغرى 13، شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 15، الغردقة العظمى 25 والصغرى 14، الفيوم العظمى 24 والصغرى 10، بني سويف العظمى كمان 24 والصغرى 10، المنيا العظمى 24 والصغرى بتسجل 9. هنروح لأسيوط العظمى فيها 25 والصغرى 11، سوهاج العظمى 27 والصغرى 12، قنا العظمى 28 والصغرى 12، الأقصر العظمى 29 والصغرى 13، أسوان العظمى 30 والصغرى 14، الوادي الجديد العظمى 27 والصغرى 12، شلاتين العظمى 28 والصغرى 14، وأخيرا حلايب العظمى 24 والصغرى بتسجل 15. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وإيمان عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا.